أما هلأ سلمى بننتقل لمادتنا التالية، رح نحكي فيها عن الأعمال والأشغال اليدوية اللي تحولت من مهارة بتتقنها السيدة السورية لمهنة ومشروع على صغير لتعطي من خلاله كل طاقة بلمسة أنثوية مميزة اليوم. أكيد نور، وضمن طبعا مشروع ألوان سورية رح نتعرف كمان مو بس على المهارات اليدوية للسيدات، أيضا على موهبة خاصة اليوم مع صبية قدرت تحول خيوط القطنية لقطع جمالية. لحتى نحكي أكثر عن المشروع خلينا نرحب بضيوفنا معنا بالاستوديو، السيدة رنا الطباع صاحبة فكرة مشروع ألوان سورية، وسارة النخلة صاحبة مشروع كبكوب للأعمال اليدوية من القطن. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح النور، أهلا فيكم. يسعد صباحكم. بالبداية ست رنا خلينا نحكي عن مشروع ألوان سورية، وقديش هالمشروع له رسالة هادفة بدعم السيدات السوريات ليكون عندهم مشروعهم الخاص. هلا المشروع هو الفكرة انه كل سيدة سورية لها لون. السيدة السورية سيداتنا بيتقنوا اشياء حلوة كتير، فبتبلش معهم بهدف بيرسموه ببالهم وبيحققوا هالهدف من خلال شغفهم وحبهم له وطبعا اصرارهم وعملهم، فهالشي كله بيتوج بالعرض باثناء بازار الوان سورية. انا بالاصل بشتغل اعمال يدوية من سنين طويلة، صح. يعني فهالشي كتير عمل عندي فكرة كتير كبيرة انه لا لازم جمعهم ويكونوا عائلة واحدة وكل مرة يقدموا شيء جديد من أعمالهم الحلوة. حلو، ودائما بألوان سورية عودتينا يكون معك مجموعة من السيدات اللي بتعطيهم هاي المساحة ضمن المشروع لحتى يعبروا عن نفسهم. اليوم معنا سارة نخلة، مشروع كبكوب، يعني حتى الاسم هيك بيشبه حديثنا خليني أقول الصبايا كيف بيحكوا كيف بيعطوا هيك خليني أقول مصطلحات عفوية، إنه شو اللي بإيديكي كبكوبة أو كبكوب. خلينا نحكي أكثر عن مشروعك وتعرفينا عليه سارة. المشروع الخاص اسمه كبكوب، مشروعي هو مشروع أعمال يدوية متنوعة، يعني بتلاقي فيه اكسسوارات، بتلاقي فيه مستلزمات يومية، يعني بشكل عام الواحد بيحتاجها بنهاره العادي ممكن يحتاج هيك شغلات. خلينا نبلش معك، كيف بلشت الفكرة؟ يعني هلا بنلاقي أكثر صبايا مهتمين بقصص الميك اب وقصص ثانية، لا إلك هيك مراء بالأعمال اليدوية من زمان فينا نحكي؟ أي يعني أنا من أنا وصغيري يعني هي هوايتي، إن أنا أعمل شغلات من لا شيء أو إنه جمع الأغراض اللي عندي. أنا أول شيء أشتغل شغل مكتبي، وبس بعدين حاليا من 3 سنين قررت إنه لا أنا بدي أعطي فرصة للشيء اللي عندي إياه. بدي ليه اخترتي خيوط القطن؟ حسيت وقت امسك الكبكوب اكثر شيء عم يقدر يخليني اطبق الفكره اللي براسي على شيء انا بدي اياه، يعني حلاوه الخيط انا بقدر بعمل منه اسواره، بقدر بعمل منه علاقات مفاتيح، جزدان، هذا التنوع انا اللي حبيته، من هون طلعت فكره كبكوب كمان الاسم. يعني اليوم في قدامنا منتجات متعددة، ويمكن أنا اخترت هي بلش فيها لأنه موجودة كتير بالسوق، ويمكن هذا الشيء اللي بيخلي فيه دائما عن كل حدا بيدخل على العمل اليدوي يكون عنده روح المنافسة، انه انا شو بدي اعمل شيء جديد اليوم، وخصوصا حتى الهاند ميد صار مرغوب وصار في ضمن منافسة، يعني ما عاد الواحد لوحده هو صاحب فكرة، فعم نشوف في اشكال متعددة. خلينا نحكي عن منتجاتك، شو الشيء اللي قلتي انا بدي اعمل الي بصمة فيه يقولوا هذا سارة؟ هلا الاول شيء يمكن كمية الالوان الموجودة هي احد البصمات اللي بتشبهني شوي. الشغلة الثانية انه الشيء الحلو بكبكوب انه انا كل قطعة فيها طابعي، فيها الروح اللي انا اللي عاطيتها، وبنفس الوقت الشخص اللي بيطلبها فيه حط الطابع اللي بده اياه فيها، يعني في نقي الوانه، في نقي موديله، بنفس الوقت الخيطان حلاوته عنا انه بتضل حتى يعني الافكار غريبة، يعني هلا عم نسألك انها تحت الهواء شو هي الاشياء مثلا، مثل هيدي شو هي؟ هي ممكن تصير علاقة مفاتيح، تعليقة على الشنطة، في ممكن تتعلق مثل اللي قوس قزح بيشبهها، تتعلق على مراية السيارة مثلا عشان تعطي الاولاد صغار من ورا. يعني اكثر من قصة بيكون بنفس القطعة. استخدم كل واحد ممكن يستخدمها بطريقة. شوفي ايد الشنطة شو حلوة، عم شوف لأنه كل الألوان بيت الأفكار، وأنه كله جديد ومختلف وغريب، يعني أنه ما بتلاقي بصراحة بالسوق. هلأ بتدوري على صفحات النت بتلاقي كتير أشكال، وبيقول واحد يا ترى أنا كتير بشوف على النت ناس بيكتب في حدا عم بيعمل عنا بالشام مثل هالشي، أو في حدا بيعمل بسوريا مثل هالشي، وما يكون سعره غالي كتير. أكيد. فالناس كتير بتحب أنه يكون عندها قطعة مميزة وغريبة بنفس الوقت. والمميز بسارة أنه طريقة عرضها، العرض أثناء البازار رائع جدا وأنيق، يعني ملفت لنظرك، بتعطي القطعة أجمل بعدها، مزوقة كتير الصبية وأنا كتير بعزها يعني حبيبة قلبي. خلينا نحكي هدول القطع قديش بياخذوا منك شغل، يعني عم نشوف هلا هي
اذا فينا هذا اشاط مثله كمان في ايد شنطه بعتقد ايد شنطه ليكي اللي هو هي فيها تلبقهم مع بعض كبيره هدول معمولين من الجاكار يلي هو في شيء شرقي في شيء دمشقي يعني خاص بهالمكان عم نشوف التطريزه هي المميز فيها شيء تراثي نوعا ما هي بقى جديده تماما هي اول حدا شوفه عاملها يعني مثلا ممكن ايدين الشنات يمكن حدا يساويها بالجلد يعمل قصص تبع الموبايل بس هي انه قلت لها شو هي قالت لي للشعر فيني اعرف كيف تحطيها هي حلاوتها انه هي الصبيه فيها تحط خصله بشعرها بدون ما تلبسها بشعرها بكليبس فيها تحطها ايمت ما بدها وتنحط انه عطت ستايل يعني تماما ايمت ما بدها عندها دوام عندها مدرسه عندها شغل بتنقدر بتنحط تنقام هي بالعاده هدول بنعاملهم خياطه على الشعر هي اكسسوار للشعر بس رده فعل الصبايا كيف عم يكون على هدول القصص يعني كمان الاعمار بتختلف في اعمار بس يشوفوا شيء ملون دغري هذا الشيء بيجذبهم اكثر في صبايا لا بدهم الشيء هذا بدهم هيك طبعا بس هي بشكل عام هلا بالصيف كثير حلوه مع التياب يعني لحالها بتعطي هيك اكسسوار يعني بتعطي شكل وما بيروحوا الوانها مسبح بحر كله مجربته على حالها يعني تنغسل بترجع مثل ما هي تماما طيب خلينا نحكي يمكن ردة فعل الناس من خلال مشاركتك بالبازارات ومشروعك الخاص تفاعلهم معك قديش بيعطيكي حافز يمكن للاستمرار بهذا المشروع يعني شفنا يمكن منتجات مختلفة منوعة فينا نقول مرسوم عليها يعني طابع البهجة كلها ألوان وحياة هلأ بشكل عام اللي قبل كنت عم شوف ردة الفعل العالم هم على التواصل الاجتماعي هلأ هو منيح لحد ما بس التفاعل الحقيقي الملموس هو البازارات وبصراحة يعني مو لأنه المدام لنا معي بس أكثر هو بازار ألوان سوريا بكبره بتنظيمه بتنوعه الموجود فيه يعني التفاعل اللي عم لاقيه على الطاولة وقت يجي حد يقول لي القطعة حلوة هاي لحالها الكلمة بتعطيني فرحة بأسبوعين ثلاثة كلمة لوحدي وقت شخص يشتري قطعة تشتغلي أكثر تماما وقت حدا يشتري قطعة من عندي يرجع البازار الثاني يقول لي حبيت القطعة استفدت منها هذا لحاله دافع كثير كبير وهون سترنا يعني بدي اسالك اليوم المشاريع الصغيره اذا فينا نسميها لما كل صبيه او كل ست بيكون عندها وقت واحيانا بيكون عندها حاجه ووقت انه هي محتاجه تكون عندها مورد مالي ما فينا ننكر انه بهي الظروف الصعبه كل السيدات اتجهوا لمشاريع صغيره اللي بتطبخ اللي بتخيط اللي بتعمل كيف بتنقي يعني اليوم بالوان سوريه قديش بتعملي بحث لحتى تنقي سيدات يستفيدوا من هالبازارات مو يكون بس مجرد بازار هلا الحقيقه هن اللي بيخبروني اول بمشروعي ببدايته كنت انا اختار فهلا صاروا يسمعوا ويشوفوا نجاح المشاريع كيف عم تبلش وكيف الف الحمد لله عم يوصلوا للهدف اللي بدهم اياه عم ينشهروا صار لهم مشروعهم الخاص صار لهم يعني بدك تقولي هي اسمها معروفه انه بتعمل كذا فهن بيخبروني انا بختار وين عندي النقص وين عندي في مكان ممكن هي طبعا ما بقدر ما عم بقدر اقبل كله ساره بتعرف يعني دائما بقول لهم بليز هالشهر حدا يعتذر لنعطي فرصه لحدا جديد يعني انا كثير بتمنى هالشيء صرت اعمل كل شهر كرمال انه اعطي فرصه للناس الجدد يا رب اقدر احقق هالشيء ويكونوا مجمعين عندي ناس جديده ومشاريع جديده لانه هذا الشيء اللي بحقق لي النظره تبعي والهدف تبعي وهذا يمكن اللي بيميز مشروعك ست رنا خلينا نحكي الخطوات القادمه لمشروع الوان سوريه شو هي يعني شو اللي بتطمحي له شو حابه تضيفي بالمستقبل عندي يعني امل اثنين بدك تقولي اول شيء الاختصاص نفسي اعمل كل بازار له اختصاصه يعني كل مره مجمع سيدات تجمعهم ضمن اطار معين بس كل وحده فكره بس العمل واحد والهدف الاهم كمان انه الانتشار للمحافظات وهذا الشيء صار كثير مطلوب مننا وان شاء الله قريبا يعني رح نشوفه قريبا ان شاء الله يا رب كمان بدي اسالك ساره اليوم الخطوات مشروعك يعني مثل ما قلتي بالبدايه انه انت بلشتي بصفحه على الانترنت شو اول منتج اشتغلتي عليه وبعدين كيف دخلتي خليني اقول كل هاي المنتجات يعني دائما في حدا ببلش بقطعه بعدين ببلش شوي شوي بشوف شو في افكار بالسوق شو في افكار الناس بتحبها وهو شو حابب يدخل يعني شو فيني اقول من هالمنتجات الموجوده اول شيء اشتغلتي عليه اول شيء الاساور اللي هي هاي تمام يعني انا بعد ما تركت الشغل وهيك قعدت في البيت قلت بدي اجرب شيء ماني عاملته من قبل فقعدت تقريبا اول اسواره اخذت معي بالست سبع ساعات
اول سؤال عم اتعلمها لحالي فاخذت وقت بعدين علمتي على النت؟ اي على النت تعلمت شوي شوي حتى بلشت تطور مع القصة. هلا الخياطة يلي فيهم خياطة انا من زمان بحب الماكينة فاول راتب راتبين ثلاثة جمعتهم واشتريت ماكينة لحالي. حلو. فهذا الشيء اصلا موجود عندي كان انه بالبيت انا عم اشتغل وشوي شوي صار يطلع معي افكار شيء بدي مثلا بدي اسافر بدي كياس صغيره لحط فيها اغراضي اعملها اخذها صارت منتج مثلا بدي اعمل شيء لتحت المقات او تحت الكاسات بالبيت طلع معي منتج يعني اغلبيتهم شيء من استخدامي انا اليومي. طيب هي مغامره فينا نقول لما صبيه تترك شغله بتعمل مشروعها الخاص لكل الناس اللي حابين يعني في كثير من الناس بتلاقيها بتدرس مجال ما بتحبه وعنده شيء حابته حابه تكمل فيه بس بتحس فيها مغامره نوعا ما. لكل الصبايا اللي حابه فعلا تقدم مشروع الخاص وتشتغل وانا بحس يمكن ما في سيده سوريه او صبيه سوريه الا ما عندها شيء مميز ممكن تستغل اليوم ونتفاجئ بمهارات السيدات السوريات. شو بتحبي تقولي لها كلمه او تشجيع او من تجربتك انت كصبيه صغيره؟ يعني اول شيء بقول لكل حدا حاسس عنده هواي بحبها موهبه بحبها انه ما يخاف يبلش الشغل اللي بحبه او يشتغل بالشيء اللي بحبه لانه اول شيء الفشل ما هو عكس النجاح طبعا. يعني اذا انا فشلت العكس هو مرحله من مراحله يعني انا اذا ما بلشت وجربت وفشلت شوي ما فيني اتعلم اكثر ما فيني اتطور اكثر واذا هلا الواحد ما جرب راح يندم بعدين انه ما جرب يشتغل الشغل اللي بحبه. بتشوفي ست رنا كيف عم تطلع ومبسوطه وسعيده ودمعه عيونها لانه ساره بحب طاقتها الحلوه بحب شغفها وانا بحب تاثرتي كثير بحكيها انا دائما متاثره وبيعرفوني يعني بهتم باداء التفاصيل بحبهم من قلبي لانه المراه او السيده او الانثى بحد ذاتها لما بتكون تبدع بشيء بتحبه اكيد رح تنجح اكيد 100% اكيد. وهون كان بدي اسالك قد ايه صار في عندك سيدات وكم مشروع دعمتي؟ يمكن عدد كبير ما رح تتذكري بس اذا رجعنا من الوان سوريا من اول ما بلشتي لهلا كم سنه وقد ايه حسيتي انه انا لازم اتجه هذا الموضوع؟ نحن بنشوف كثير ناس بتنظم بازارات بيكون الهاجز عندهم وانا قديش بدي اجمع ناس موجودين على طاولات وقد بده يكون في ناس مستفيده وبنفس الوقت فرصه انهم بيحكوا دائما عن الفرصه أكيد. لكن بازار الوان سوريه ما بيكون بس فرصه للناس لتعرض بيكون في مشاريع دعم مشاريع صح. نحكي عن هاي الجانب لو سمحتي. هلا دعم المشاريع كل مره عم بيكبر العدد وعم بيتنوع يعني حتى بمجال الثياب تصميم الثياب هالفتره عم بيزداد كثير. لاحظتي ساره في كثير شيء حلو عم يصير وعم يتابعوا الموضه وحتى عم يساووا هن الموضه لإلهم فهذا الشيء كثير مبسوطه عليه. يعني قيمك عن انه في عنا اكسسوار عنا الطبخ عنا اعمال اعاده تدوير عنا كثير مجالات. هلا الثياب انا اللي مبسوطه فيها انه عم بيطوروا حالهم وعم بيشتغلوا على حالهم. عندي عدد كبير عندي بال150 سيده تقريبا كل ما له عم يزيد العدد. بلشت ببداياتي انا كان يوم واحد عمل اوبن داي وكان حصرا اعمال يدويه هي ب 2011 كان طبعا هدفه لجمعيات خيريه ولهلا عنا جزء للخير حاليا عم بيروح لجمعيه جذور لمشروعهم اللي هو كافيه لا بده يكون تمكين مهني متلازمه الدوام وقريبا افتتاحه ان شاء الله نحكي عنه ببرنامج ثاني. اكيد نتمنى لكم التوفيق. بالختام لما نقول مشروعك مكمل بخطوات جديده ورسائل هادفه ضمن المحافظات قديش بده جهد ويمكن ضغط وتعب ومشاركه وكيف فينا يعني او ايمتى نشوف فعلا يعني توسيع هي دائره الانتاج وتدوير العمل ضمن المحافظات؟ هلا هذا الشيء بيتطلب شوي تخطيط تنظيم اكثر بس كتعب دائما في تعب وبتشوف ساره يعني ما في شيء بينجح الا ما تتعبي عليه. صحيح. واذا ما لحقتي برجع بقول التفاصيل الصغيره هذا ما اسمه نجاح، النجاح انك تتابعي كل شيء شو ما كان. هالمتابعه للمحافظات بدها دراسه شوي حتى احتمال نطلع لبرا القطر وهذا الشيء كمان ان شاء الله يا رب عنا يا حلم ان شاء الله. الوان سوريه رح تكبر وتمتد بجهد وتعب صبايا تبعنا وسيداتنا، انا لولاهم ولا شيء. يعني انا بيكمل نجاحي فيهم وبتكمل فرحتي بنجاحهم. اكيد نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق. ساره بختام حديثنا خلينا نذكر كمان الوان سوريه ايمت موجود وين موجود الاوقات الموجود فيها مشان كل الناس اللي تفرجوا هلا شافوا وحابين يروحوا يزوروكم بالوان سوريا كمان يطلعوا.
هلا قريبا عندنا بعد 15 يوم ب 14 و15 و16 اب بفندق الشيراتون قاعه اميه بازار الوان سوريه. اكيد كله صيف وكله فرح والوان حلوه وشغل جديد للسيدات الموجودين. اكيد حنكون على الموعد. شكرا طبعا، نتمنى لك التوفيق. مشروع الوان سوريه ان شاء الله هيك دائما الوانه الجميله بتستمر بالعمل النبيل اللي عم تقوموا فيه. ست ساره نخله، مشروع كبكوب ان شاء الله بيكبر هالكبكوب بيصير مشروع مهم بيتضمن كمان ضمن المحافظات. شكرا كثير لك. شكرا لكم لوجودكم، نتمنى لكم اكيد التوفيق بالقادم وبتضلوا دائما هيك نفس هاي الهمه ونفس هاي الحماس. ان شاء الله. شكرا لاهتمامكم ولاستضافتكم.